تمام. في ناس مثلا بتشربها عشان تبقى مثلا يعني مشاكل في الدين مثلا، او في ناس بتشربها كده هوايه من غير اي حاجه. هوايه يعني ازاي احنا ممكن نتعرف شويه ان انت متعرف على حد ويقول لك ايه رايك؟ فده بالنسبه له مثلا ده مستقبل او ده هدف ان هو يتاجر في المخدرات عشان يجيب فلوس. اه اللي هو قصدك يعني هو ما عندوش شغل فيروح يدور على شغلانه فبيلاقيش غير المخدرات يتاجر. الله يعافيك. لا انا بدي سوق بس اتكسب حدث مزي. وفي ناس مش المخدرات بس في ناس بتشربها لمجرد التجاره يعني الواحد بيتدرب اول مره حد الاستطلاع اهو خطا يعني لو الطالب اللي عنده 15 16 سنه وبيشرب او ده او لا ان والده اصلا بيشرب ما حضر على زي كده في ناس بتشرب وبتعالج منه ناس ايه؟ بتعالج منه بتعالج. طيب هو عموما اللي حد بيتعالج بيتصل على خط السكن 16023 ده بيوصلوا لاقرب منطقه علاج مجاني في بلدنا. احنا تقريبا في كل محافظه عاملين زي مركز مجاني او مكان مجاني للعلاج تبع الصندوق. مين الجي؟ لانه التكلفه العاديه بتعدي 70,000 جنيه. لا صوت عشان نسمع. ايوه لا
ومما دفعه لتحديد مكان خاطئ لإسقاط المجموعة. وعند الهبوط المجموعة اكتشفوا أنهم في مكان ما في الصحراء، يعني هم بعد ما هبطوا نزلوا بالطيارة اكتشفوا أنهم في مكان مش عارفين مجهول الهوية. وبعد حالة من الانفعال والغضب سيطرت على المجموعة، رأى أحدهم سيارة وقد اصطدمت بصخرة كبيرة ومعهمش طبعا حد يشيل الطيارة، هم مضطرين يسيبوا المكان ويمشوا. وأمامها بعد ما وقعوا على الأرض لقوا إن في عربية عاملة حادثة وفيها شوية حاجات، شوية حاجات دي هم عبارة عن 16 حاجة. يعني الصفحة دي وعرفتوا هعدي مجموعة مجموعة عشان نخلص. بيقولوا إيه بقى؟ إنه لقوا يافطة مرمية على الأرض مكتوب عليها مطروح 100 كيلو، بس مش متحدد عليها أنهي اتجاه. يعني مكتوب عليها بس مطروح 100 كيلو، بس مش معروفة يمين ولا شمال، ومرمية على الأرض إن هو تايهين تايهين. تمام؟ ومفيش اثر ولا اي حاجه للحياه، ومفيش غير الادوات دي. والادوات دي عباره عن ايه؟ عن بطاريه جلابيه خفيفه، بطاريه عربيه، انا بوضح اهو، جلابيه خفيفه، زمزميه ميه، وغطا عربيه، بوصله، صندوق اسعافات، كتاب عن الحيوانات، واقراص ملح، ومسدس، كوريك لرفع العربيه، ومرايه سياره، مرايه عربيه، وزيت موتور، الباور احتياطي اللي هو الكاوتش، تمام، وخريطه، واله حاده، وصار علم. مطلوب منكم صار علم، صار عمود، عمود علم. مطلوب من كل مجموعه تبص على الورقه دي وتختار منها خمسه، ويقولوا بقى اختاروهم ليه، ويحددوا منكم قائد للمجموعه بتاعتكم، اسم القائد بتاع المجموعه، تمام، وهي اختيار يعني كلهم اختاروا له القش. واحد. ما هي واحد مش واحد نفسه. أو تقول له اختار فول تمام؟ لا من غير عشان نسمع، عشان دي ورقة واحدة بس ومش معاك مش كل غير ده. تمام؟ وهتختاروا انتوا لو انتوا مكان الشباب دي هتعملوا ايه؟ هتقعدوا في المكان في الصحراء ولا هتتحركوا ناحية المكان المجهول اللي مكتوب عليه مخطوط؟ اختاروا خمسة من دول، الثواني اللي هم دول 16 خمسة، اخترتهم ليه؟ اسم المرتبط ايه؟ ده 3 دقايق. 3 دقايق؟ نشوف طيب. معنى كده ناخد افكار من ثواني هم دي لو فيها. عموما انا كل حاجات ورقه Thank you.
وكل شويه.